بعد سنوات من الإبداع والتألق والعمل الدؤوب، بادر نادي الصيد العراقي بتكريم نخبة من العلماء والمبدعين الرواد، وذلك تثمينا لمسيرتهم العلمية والمهنية. جمع من العلماء على طاولة التكريم في نادي الصيد العراقي، أطباء ودبلوماسيون ومعماريون ومؤرخون كرموا لما قدموه خلال مسيرتهم المهنية والعلمية التي استمرت لعقود عدة، وهم يرفدون ما صنعوه من نتاجات غزيرة البلاد وخارجها في مجالاتهم التخصصية. دأبنا هنا في نادي الصيد على تكريم الرواد والقامات العراقية في حياتهم وليس في مماتهم، واحنا كل 6 أشهر تقريبا عندنا وجبة. اليوم كان تكريم لعشر قامات عراقية كبيرة جدا، يعني الدكتور سعد الوتري، الأستاذ محمد الحاج حمود، محمود علي الداود، دكتور رجاء كمونة، الأستاذ هشام المدفعي، ضياء السعدي، أبونا الأب إبيوس قاشة، المؤرخ سيف الدوري، الدكتورة فلسفة ناجي التكريتي، وقامات عراقية أخرى، واحتفلنا بهم وعوائلهم، وهذا أقل شيء نقدم لهم، لأن دول قدموا الكثير إلى العراق ولم يأخذوا إلا القليل. تكريم لطيف من الأستاذ حسنين، لأنه يعرف سيرتنا العلمية كل زين يعرفنا. بعدين أنا حتى ويا أستاذ سعد وايد اشتغلنا، شو هو تدري يصير إصابات مع الحوادث السيارات، فالإصابة تصير بالرأس والوجه، فهم يشتغلون الرأس وأنا أشتغل الوجه في نفس الوقت، طبعا بحيث نرجع الإنسان كما كان. في العراق يستذكر البعض من علمائه ومفكريه ورواده بعد وفاتهم، لكن الأمر هنا يختلف. أعمال التكريم حاضرة مع شخوصها، تتغير عناوين وأسماء من يكرم في كل حدث، والغاية استذكار الجميع والاحتفاء بمنجزاتهم. ركزت على الروح الوطنية، أني ركزت على الإبداع، بالإبداع بدون روح وطنية ما يسوى شيء. أنا أقدم إبداع وهذا الإبداع للشر، لا، لكن هم مبدعين وناس قدموا للعراق وللشعب العراقي عصارة أفكارهم، قدموا إبداعهم، قدموا علمهم، درسوا شباب ودرسوا كفاءات أيضا كبيرة، وأصبحوا علماء، تلاميذهم أصبحوا علماء في العالم كل، يعني العراقي ما تتصور. أنا من أروح أزور أمريكا وأشوف شباب العراق هناك بكل مجالات الحياة يبدعون. رحلة طويلة من الدراسة والممارسة والتجدد، وقف يرويها من حصد النجاحات محليا ودوليا لتنشيط ذاكرة الحاضرين بتلك المنجزات ولتحفيز من يعمل بتلك التخصصات. من بغداد، جابر جمال، قناة الرشيد.